السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم سيد حسين عالم أبل للتعلم على آيفون. قبل أن نبتدي اضغط زر اللايك واشترك في القناة إذا كنت مو مشترك، وفعل زر الجرس حق يصلك كل جديد. باليوم قبل 10 دقائق تحديث جديد للآيفون ولا لا بس للآيفون، هو iOS 13.1. اللي سألني أول شيء على تحديثات الآيباد، الآيباد لحين ما نزلت لها أي تحديث، ف اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان اول ما ينزل الايباد التحديث هذا راح انا انزل فيديو شرح عنه وراح اقول لكم متى ينزل بالضبط. بالنسبة لهذا التحديث ما راح اجامله واقول انه زين، لا، هذا التحديث سيء جدا. اوكي، سيء مو للجميع، سيء لفئة محددة من الناس اللي عندهم أجهزة ضعيفة وقديمة مثل الآيفون 6S، آيفون 6S بلس، آيفون 7 وآيفون 7 بلس. هذين الأربعة أجهزة إذا حدثت عليهم التحديث بيتدمرون رسميا، بصير عندك أو عندهم التحكم أبطأ، وبصير عندهم أشياء واجد يعني أبطأ، والشارج بصير أخلص أسرع. لكن إذا أنت ما واجهت مشاكل مثل اللي أنا واجهته في هذا التحديث، أتمنى منك إنه ما تحدث، أقصد تحدث إذا واجهت مشاكل. أنا واجهت كثير من المشاكل في التحديث اللي هو iOS 13.0. الشحن كان يخلص بسرعة بالنسبة للآيفون إكسس ماكس، الخروج من التطبيق ما كان يخرج بسرعة او اعلق، وكنت اسوي له ريستارت في اليوم اكثر من 5 مرات. فانا هذا التحديث راح يكون مناسب لجهازي بس، ومناسب ايضا لجهاز الاكس والاكس اس والاكس اس ار، عفوا الاكس ار والاكس اس ماكس والايفونات الجديدة، بس مو مناسب للايفون 7 و6 اس. فبس شباب وصلنا للختام، لا تنسوا لايك والسبسكرايب والكومنت والشير. شكرا لتفاعلكم المستمر، وبس يا شباب مع السلامة.